النهارده ايضا كان في افتتاح النادي المصري القاهري بعد تطويره. خلينا نطلع نشوف في هذا التقرير. طبعا السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي الحقيقه كان بيفتتح تطوير النادي المصري القاهري ضمن خطه تطوير منطقه مصر القديمه التي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل، او هنطلع فاصل بعد هذا التقرير، وبعد الفاصل ناخد اخبارنا، اخبار البيت الكبير. احنا يعني الدعم الكبير اللي القياده السياسيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيديه للقطاع الشبابي والقطاع الرياضي غير مسبوق. دعم على الارض ودعم من الارض للسماء في كل حاجه حقيقه. يعني احنا بنشكر سيادته، نشكر فخامه الرئيس على هذا الدعم، وايضا لوجودنا ان احنا نكون موجودين في هذا المكان الجميل والكبير. كل شكر والتقدير لفخامة الرئيس. فخامة الرئيس وجه بتطوير هذه المنطقة زي ما بيوجه بتطوير كل مصر. احنا جزء من هذا التطوير في هذه المنطقة اللي هتشهد طفرة كبيرة جدا. المنطقة مصر القديمة وجوارها بتشهد طفرة كبيرة جدا زي كل مكان في مصر. كان من دواعي هذا التطوير طبعا ان احنا مؤسسة مهمة جدا لينا على المستوى الشبابي والاجتماعي والرياضي لهذا الحي، ان احنا نحتفظ بوجودها وفرصة ان احنا نطورها. عشان كده كل الشكر والتقدير لمعالي دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي للسند والمساندة الكبيرة جدا ان احنا يكون هذا المكان. تطور جديد، منشا جديد رياضي. احنا اولا بنشكر فخامه الرئيس على يعني حرصه الدائم على تطوير كل شبر في مصر، تطوير منطقه مصر القديمه وتطوير المنطقه الحضريه، وده كان شيء مهم جدا وكبير جدا. مع هذا التطوير في الحقيقه كان في جزء للنادي المصري القاهري القديم. دوله رئيس الوزراء تنسيقا سمح ان احنا ننقل لهذا المكان ان شاء الله نادي المصري القاهري اللي عضويته دلوقتي فيها 19200، ان شاء الله يكون حاجه اكبر بكتير مع تصميم في كل المنشآت الرياضيه، في حمام سباحه اولمبي، وفي مجمع حمام سباحه اصغر ترفيهي، وفي يعني ملعب قانوني كره قدم، وفي صاله رياضيه ومنطقه اجتماعيه كبيره جدا اللي بيها اضافه تانية كبيره جدا للتطوير الشامل. حياه كريمه هي مفهوم ومضمون. حياه كريمه مش بس تطوير الريف المصري، حياه كريمه شامله كل معاملات التنميه اللي موجوده في كل مكان بما فيها حتى المكان الحضري اللي احنا موجودين فيه. حياه كريمه في الرياضه، حياه كريمه للشباب، حياه كريمه للاسره المصريه. واحنا بدورنا كوزاره شباب ورياضه، واحنا موجودين طبعا في القاهره، معانا مديريه شباب ورياضه في القاهره، اكيد احنا يعني بندقق هذا العمل وبنطور هذا العمل باستمرار.